كما عودناكم دائما كنحاول نعطيكم معلومات على هذا الجهاز هذا اللي اخترعت وكندير به التنقيب على الماء. واليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الطريقه ديال الاشتغال ديالو في هذا البير هذا. كما كتلاحظوا هو البير وغادي ندير لكم طريقه الخدمه ديالو. بالنسبه لهذا البير هذا فيه 74 متر وغادي تشوف هذه الاله هذه ملي غيوصل 74 متر كيفاش غادي دير هذه الاله هذه باش تشوفوا الطريقه بعينيكم وغادي تاكدوا طريقه الاشتغال ديال الاله هذه هذا الجهاز هذا اللي اخترعت. هذا هو البير، هذا هو البير اللي كتشاهدوا. وغادي نشد الاله بيدي، هانتوما الاله، ها الاله باش غتشاهدوا بعينيكم، راه ما كندور على بيدي لا والو، وهي مباشره غادي تقلب ليا على الاتجاه ديالنا كما غادي تلاحظوا كتمشي مباشره للبير. لاحظوا ملي غتوصل مباشره للبير. بالنسبه لهذا البير هذا فيه 74 متر، ملي غيوصل العدد شحال متر كاين في هذا البير، لاحظوا هذه الاله هذه كيفاش غادي دير. ها انتم ملي غتوصل 74 دوره غتحبس مباشره راسها، يعني ملي غتوصل العدد ديال البير اللي كاين غادي توقف هذه الاله هذه وما غاديش تبقى تدور، راه ما كندورها لا بيدي لا والو، كدور راسها كما كتشاهدوا. ملي غتوصل راسها للعدد ديال 74 متر غادي توقف كما كتلاحظوا. ها هي وصلت للعدد 74 متر، ها هي وقفت. هذا كل ما يخص في هذا الفيديو، ما تنساوش تدعمونا في الاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.